السلام عليكم. هاد اللوحة من عند الرسام الحسن أقدر من مدينة أكادير. بالنسبة للوحة اختار السلسلة الكرتونية أبطال نينجا باش يطبق فيها شخصيات اللي فريمون أبطال واللي كيواجهوا واحد الخطر كبير اللي كيواجهوا بلادنا وهو جائحة كورونا. فهاد الشخصيات هما أطباء، رجال الأمن، رجال النظافة والصحافة. فكل الشكر والتقدير لهاد الرجال اللي هما فريمون أبطال. خليكم في طرفكم.